مناطق الديالة يعني عراق مصغر، تلقي من الطائفتين، واحنا طبعا كنا نصنا من هاي ومن هاي، يعني احنا عشائرنا، احنا عشائر العزة، انا بيتي بيها من الطائفتين الشيعة والسنة، ولدي، فاحنا ما عندنا هذا النفس الطائفي، ولا يمكن انه يكون ماخذ طريقه بشكل صحيح. كل شيوخ العشائر متفقة على ان يكونون ضد الارهاب، بس احنا العقاب يجب ان يكون قوي وصارم. يعني هسه احنا حدث مال العزة شايله، يعني صار بحدود ال 12 يوم تمام، وانت ذكرت انهم كشفوا، انكشفوا، انعرفوا منين؟ انعرفوا، يعني انا يروح يوقفوا لي فد 30 واحد، ها، حتى حكيت انا حقيقه لبعض المسؤولين، السيد وزير الداخليه، قلت له ذولا 30 كلهم خليه يروحون يطلعون، احنا ما نظلم حظنا وبختنا ونقول ذولا تريدون، هاي الناس تعرفهم المنطقه، شافوا صورهم، هذا فلان وفلان وفلان، ما القوا القبض عليهم ذولا ولا واحد. ليش؟ باستثناء اللي وقعوا بالدراجه، ما اعرف ليش، هاي احنا نسلد ذولا محسوبين على اليوم جهه، محسوبين. السيد رئيس الوزراء هذا اليوم يعني من صار حديث قال احنا ذولا لازم نقتص من عندهم ولازم اطمئنوا، لان احنا تدري احنا عشائر واحنا ما نقدر نسيطر على كل مثلا العزة مئات الالاف، شو نسيطر يعني من نفس القرى اللي هم من الطائفه، يعني اذا طائفيه ماكو طائفيه، اكو ناس يعني كل الغياره بما فيهم الاستاذ رعد الله يحفظه، ما فارقنا من طلعنا الجثث وصلينا عليهم بالجامع وذهبنا بهم الى محافظه دياله، يعني حتى يشوفونهم الراي العام والدنيا بالتشيع كلهم ويانا، ما عندنا، اغلب المشيعين هم من الطائفه الشيعيه. تمام.